السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم توفيق مكوش. في هذا الفيديو سأحاول اختصار قصة لالة مغنية، وذلك من خلال البحث الذي قمت به وأخذ عنوان لالة مغنية بين الذاكرة الشعبية والأسطورة. هذا البحث أخذ مني أكثر من سنة، وذلك نظرا لشح المصادر. اعتمدت خلاله على ما وثقه لنا الأرشيف وتناقلته الألسنة. فيما يخص ما سجلته لنا صفحات الذاكرة الشعبية، اعتمدت على مصادر تعود لسنة 1856، بمعنى أنه تم أخذها وتسجيلها من أفواه الذين عايشوا لالة مغنية. فيما يخص كتاب لالة مغنية بين الذاكرة الشعبية والأسطورة، هو متوفر بمدينة مغنية، ومؤخرا كنت وضعته على النت لمن أراد الرجوع إليه. ستجدون على صفحاته جميع المصادر التي أخذت منها، لأن كما لا يخفى عنكم كتابة السير الذاتية للأشخاص أو كتابة التاريخ تكون بذكر المصادر. فعلى بركة الله سنسافر عبر صفحات الزمان. يا ترى ما ستكون الإجابة؟ يصف لنا الأرشيف المنطقة، أي منطقة مغنية حاليا، وبالخصوص دوار الكفاف. دوار الكفاف هو دوار بمدينة مغنية، قائلا أنه تواجدت بهذا الأخير زاوية جد مهمة، فذكر أنها كانت تتربع على مساحة 100 موقد نار، في إشارة منه إلى عدد خيامها، بمعنى أن عدد أقسامها كان 100 قسم. يضيف قائلا هذه الزاوية كانت تهتم بتدريس القرآن وعلوم الشرعية، يعني ما كان معتاد في ذلك الوقت تدريسه في الزوايا. يضيف قائلا تزعم هذه الزاوية كما هو معروف عندنا شخص كما احنا نقول له المقدم، شخص عرف بصلاحه ورجاحة عقله وغزارة علمه، كان جد محبوب بين أهل المنطقة. وكانت الزاوية يضيف أنها كانت تهتم بأمور الساكنة، فكانت ترد إليها أمور اجتماعية عدة مثل عقد مجالس الصلح إلى ما شابه ذلك. يضيف أن اسم هذا الشخص هو الحاج قويدر بن محمد الحاج. فيا ترى من هو هذا الحاج قويدر بن محمد الحاج؟ يقول لنا الأرشيف مقدم الزاوية، الحاج قويدر بن محمد الحاج هو من عشر أولاد ملوك. هذا الرجل هو والد الولية الصالحة لالة مغنية، وقد ارتحل عرش ولاد ملوك إلى المنطقة منذ عدة سنوات. فالزاوية تواجدت بالمنطقة حوالي سنة 1750، بمعنى أن الولية الصالحة وجدت بالمنطقة. يقول لنا الأرشيف وما سجلته لنا الذاكرة أن لالة مغنية عرفت بطيبتها وكان لها قدرا من الجمال، وألفت واعتادت مرافقة والدها إلى الزاوية، فعرفت بتحصيلها العلمي، فلقد تفوقت على الكثير من أقرانها من الذكور، ولقد كان لها قبول بين مشايخ الزاوية، نظر لأن بنت الدار كما احنا نقوله بالدارجة كانت ترافق والدها إلى مجالس العلم ومجالس والدها، وهذا ما لعب دور كبير في تحصيلها العلمي. استمر الوضع هكذا حتى ريعان شبابها، لكن شاءت الأقدار أن يتوفى الحاج قويدر بن محمد الحاج، فأصبح منصب قدم الزاوية شاغرا. وهنا في هذه اللحظات ظهر منافس للولية الصالحة لالة مغنية. هذا المنافس تمثل في شخص يسمى بعلي بن علي. هذا الشخص كان يرى في نفسه الوليد الشرعي
للحشو بن محمد كونه ابن أخيه. وكانت زعامة امرأة للزوايا أنذاك كانت عملة نادرة، لكن رجحت كفة للا مغنية بعد تدخل كبار الجماعة وتأكيدهم على وجود وصية كان أوصى بها والدها، بمعنى أن الحاج قويدة بن محمد أوصى للا مغنية بأن تكون مقدمة الزاوية. في هذا الفيديو سأتطرق لبعض الأسماء وبعض الأرشيف نظرا لطوله وعدة أسمائها، فمن أراد فعليه الرجوع إلى الكتاب لمعرفة أكثر. سجلت لنا الذاكرة الشعبية والأرشيف، استقرت الأمور على هذا القرار، ودامت تسيير الأمور من طرف للا مغنية إلى أعوام. بعد رجوعها من رحلة الحج الأولى أشار عليها كبار الجماعة الزاوية بضرورة الزواج لأنها لم تكن تزوجت بعد، فتم عقد قرانها على الشخص المتمثل في علي بن علي، بمعنى أنها تزوجت من ابن عمها، وهذا موثق في الأرشيف، تزوجت من ابن عمها. واستمر الوضع لذلك، وحسب الذاكرة من هنا بدأت المشاكل. سيّر الاثنين الزاوية لسنوات إلى أن رزقت للا مغنية بابنتها الأولى وهي فاطمة. فاطمة هي والدة الشهيد سلم موفق ولد مغنية. سلم موفق ولد مغنية هو والد هلا السلهواري ولد مغنية الذي حاورت إليزابيث إبرهارت لما زارت مغنية. السلم موفق ولد مغنية كان له أخ يدعى السي المهدي ولد مغنية، ولقد تم ذكر السي الموفق ولد مغنية على صفحات رجال من ذاكرة مغنية لمن أراد الاطلاع فله سيرة. ورزقت بابن آخر سمي الهواري. هذا الهواري توفي في سنوات عمره الأولى حسب قراءتي للأرشيف في عامين من عمره. هنا بدأت المشاكل. استغل علي بن علي موت الهواري فألصق تهمة قتل الولد بللا مغنية، وكان له حليف. هذا الحليف عرف ببطشه وقوته، عرف باسم علي العبد. حسب قراءتي للموضوع، هاد علي العبد دعي بهذا أو نعت بهذا الاسم ربما لبشرته، فأهل المنطقة يعلمون ذلك، لكن تبقى قراءة خاصة. بلغ أمر ما ألصق بللا مغنية ما سمع كبار الجماعة، وكما لا يخفى عنكم كبار الجماعة يعني عندهم قرار. وسوف ربما يسأل السائل لماذا قام بهذا علي بن علي، فلقد كانت تمثل الزاوية زعامة روحية ومنصب وجاه، لهذا أراد أن يأخذ هذا المنصب. ووالد للا مغنية كان يعلم ذلك، لهذا لم يعينه. فلما بلغ كبار الجماعة الأمر تم الحكم، حكم كان قاسي. وهنا بدأت أحزان الحجة أو للا مغنية، فتم عزلها من منصبها وأصبحت من العامة، أصبحت تنزل إلى الحقول، أصبحت تقوم بالأعمال الشاقة، أصبحت من الناس العامة. الحماية الوحيدة التي كانت عندها هي أهل المنطقة، فكانوا هما الذين يحمونها. وكان علي بن علي وعلي العبد حليفه علي العبد يخشون من أهل المنطقة، يعني ما كانوش يقدوا لها. لكن لم يمنع ذلك أنه حسب صفحات يعني الذاكرة الشعبية مرة أو مرتين ضربها هذا علي العبد
يعني ضربها وكان يؤذيها كثير. فتنقل لنا الذاكرة أنها دعت عليه، فأصبح يرى في منام هذه بعد، هي عاشت هكذا فيها على هذه الأمور لسنوات، فدعت عليه فأصبح يرى كوابيس يعني ومرض يعني أمور عدة. ما دفعه إلى مفاتحة علي بن علي بالموضوع؟ يعني قال له راني خايف أنا هذه الأمور ما نقدلهاش، لكن هدده علي بن علي. ومع استمرار الكوابيس اضطر علي العبد مصارحة ومفاتحة كبار الجماعة بالأمر، فلما بلغ ذلك ما سمعهم تم عقد مجلس استدعاه لالا مغنية وعلي العبد وبعض من أهل المنطقة، واستدعاه علي بن علي. علي بن علي استمر في غيه وفي نقرانه للحقيقة. فكما احنا نعرفه في المنطقة قالوا غادي نديروا دعوة الشر، وما تناقلته لنا ذاكرة أن كانت لالا مغنية لها دعوة مستجابة، فأدعى. بعد أسبوع فقد علي بن علي بصره. هنا خاف علي بن علي وتراجع، وسجلت لنا الذاكرة الشعبية أن علي بن علي مات وهو فاقد لبصره. مع ذلك بعد ذلك يعني طلب الصفح من لالا مغنية، ولالا مغنية عرفت بطيبتها وكانت ترعى الأيتام، يعني سامحتها ورجعت إلى منصبها يعني مقدمة الزاوية. لكن عند رجوعها كانت مرضت من بعد ما يعني تعذبت، كانت تميل أكثر إلى العزلة ومرافقة البسطاء وكانت ترعى الأيتام. استمرت في عملها الاجتماعي التي كانت معروفة به. وبعد مرور شهر أو شهرين بدت ترى، رأت أول مرة رؤية أن رجل غريب دخل إلى مسكنها يعني الجماعة اللي كانت معها، وهي اندهشت من دخل. هي كانت رؤية قالت لها أنت مين دخلت؟ قال لها راكي مسافرة معنا، في إشارة منه أنها ستموت، واختار لها أو نعت لها يعني المكان الذي ستدفن فيه، قال لها روحي تم. هي لم تحدث بذلك في اليوم الأول، لكن لما تكررت معها الرؤية لليوم الثالث حدثت به بعض النسوة اللي كانوا بجنبها. لكن النسوة يعني قالوا لها هذه أضغاط وأحلام، فأنت لا تسألين شابة، لأن لالا مغنية توفيت وفي عمرها في الأربعين من عمرها. بعد أيام بعد أسبوع توفيت رحمه الله، وتم دفنها في المكان الذي أشرت إليه. وقبل أن أنسى، هي قبل أن تتوفى يعني بعد الرؤية الثالثة بدأت تقسم ممتلكاتها، لباسها، حليها على الفقراء والأيتام. وكان ذلك يعني أثناء موتها، وبعد موتها كان يوم حزن، والمنطقة كانت حزنت يعني. الذاكرة الشعبية سجلت لنا أنه كان يوم حزن، يوم وفاتها ويوم أن توفي والدها رحمها الله ورحمه الله، لأن كانوا معروفين بطيبتهم، ويعني كانوا يرعوا الأيتام إلى غير ذلك. ربما سيسأل السائل يقول لي من أين لك هذه المصادر؟ سأذكر بعض المصادر التي أخذت منها، والمصادر الأخرى مذكورة على صفحات الكتاب. المصدر الأول هو ريفيو أفريكان باش 228 آني 1914. المصدر الثاني بيلد تريمستريال دي زانتيكيتي أفريكان باش 380 داتي 1885 دي دون ألجيري و تونيزي. وكل الأرشيف متواجد بحوزتي. إلى هذا الحد أستودعكم الله تحياتي الخالصة.